انت منى مصطفى؟ ايوه انا منى. طيب فين ابنك علي؟ ابني؟ موجود يا علي. يا علي تقريبا راح الحمام، على ما حضرتك تخلص ورق المعاش هيكون رجع. ما ينفعش يا حاجة، لازم يكون موجود عشان يمضي على الورق. ما تقلقش ما تقلقش، هو قال لي امضي مكانه، حتى البطاقة بتاعته اهي. انت زهقتيني، ما ينفعش، لازم هو بنفسه يكون موجود، ما ينفعش البطاقة بتاعته بس. صدقني هو نفس الشكل اللي في البطاقة ده، مش أمور بذمتك؟ معلش هو كان بس تخين شوية لما تصور صورة البطاقة، بس دلوقتي بقى خس وبقى عسل. يا ستي ربنا يخليهولك، برضو البطاقة ما تنفعش، لازم هو اللي يكون موجود. أرجوك اعتبر علي مش موجود، هو كده كده ملوش لازمة. طيب بص أنا هتصلك بيه على الموبايل. أيوة يا علي أنت فين؟ ألو مين معايا؟ مين معاك يا هبل؟ لحقت تنساني؟ أنا ماما، وكمان مش مسجل نمرتي عندك على الموبايل؟ لا مسجلك بس أنا نايم يا ماما. يلا تعالالي بسرعة، أنت لازم تمتي ورقة هنا علشان ناخد المعاش. يلا يا حاجة أنا مش فضيلك، مش هينفع كده. يا ابني استنى ثواني، هو جاي في الطريق اهو. يلا قوم البس بسرعه وتعالى. هيلبس ايه يا حاجه؟ لا لا انا بقول له بس البس كمامه وتعالى بسرعه. يا ابني قوم، الموظف عايز يتاكد ان انت صورتك اللي في البطاقه. طيب اديني الموظف وانا هكلمه. خد يا فندم التليفون، ابني علي عايز يكلمك. ايوه مين معايا؟ انا علي ابن الست اللي قاعده قدامك. معلش يا سي علي، احنا مش بنستخدم بصمه الصوت، احنا عايزينك تبقى موجود بنفسك عشان تمضي على الورق. لو عايز تشوفني افتح الكاميرا وانا هوريك نفسي. بتقول ايه؟ افتح الكاميرا؟ طب ما اشحن لك احسن كمان، ما تشوف يا حاجة انت وابنك ده اللي بيقول لي افتح لي الكاميرا. علي وات يا علي انت قفلت ولا ايه؟ انا هخلص لك الورق عشان انت زهقتني انت وابنك. بكمل الاول انت رخم زي علي. ما كانش الواد علي ده جه ساعدني النهاردة؟ انا لفيت كتير قوي. هو هيعقل امتى ويجي يساعدني وياخد باله من امه؟ كل الولاد بتساعد امهاتهم الا انا، حظي وحش قوي. ايه الكسل اللي انا فيه ده؟ انا شكلي تعبت في النوم قوي، تقريبا لازم انام تاني. طبعا البيه نايم ولا على باله وسايبني انا اعمل كل حاجة. مساء الخير يا ماما. انت كنت برا ولا ايه يا ماما؟ انت ما بترديش ليه يا ماما؟ انت مخصماني؟ ده انت ما عندكش دم، مش من الصبح بتصل بيك علشان تيجي تمضي على الورق؟ ده انت لو حد من اصحابك كلمك بتنزله في ثانية. لا يا ماما بنزله في دقيقة مش في ثانية. ده اللي انت نافع فيه. على العموم انا خلصت الورق وانت نايم في السرير. ماما احنا في مشكلة كبيرة قوي في البيت. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ الجبنة رومي خلصت، انا هروح ادور في التلاجة على اي حاجة اكلها. وياريت تعملي حسابك تجيبي جبنة رومي، لاني مش بعرف اعيش من غيرها، دي مصدر قوتي. انا مش مصدقة، مشكلته ان الجبنة الرومي خلصت؟ هي دي مشاكله في الحياة؟ أيوة أنا منى مصطفى. إيه بجد؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب، الحمد لله أخيرا اتوافق عليا. الحمد لله، لبيك اللهم لبيك. إيه يا ماما هو العيد بكرة ولا إيه؟ عيد إيه يا هبل؟ أنا اتوافق عليا إن أسافر العمرة، الحمد لله، وخلاص هسافر بعد بكرة. إيه ده؟ أنت قدمتي إمتى على العمرة دي يا ماما؟ ما انت لو عايش معايا في البيت كنت عرفت عني كل حاجة، لكن انت يا اما نايم يا اما خارج مع اصحابك يا اما بتاكل. ايوة زيزو شوية وهجيلك. ولد مستهتر وهايف، انا غلطانة اني بتكلم معاه. عشان مفيش جبنة رومي انا هعملي سندوتش تاني، انا هحط حلاوة على قشطه على مربى، في شوية ملوخية من امبارح هحطهم كمان. الله ده في بامية كمان، احلى سندوتش ده ولا ايه؟ علي انا كنت بعدي عند البيت عندك امبارح ولقيتك عامل حفره ونازل فيها بنص جسمك، انت كنت بتعمل ايه يا ابني؟ انا كنت بصور كليب، انا عايش ومش عايش.
هقول لك فزوره زياد وحاول تحلها. مره واحد طويل قوي شرب لبن، مات ليه؟ مش عارف. عشان اللبن صلاحيته انتهت قبل ما ينزل بطنه. رخمه. طب اقول لك على حاجه، مره واحد راح يشتري ساعه لقاها غاليه، اشترى 5 دقايق. رخمه برضو. طب ايه عكس زمان؟ عكس زمان المستقبل. عكس زمان زومن. رخمه برضو. طب اخر حاجه، عكس تلميذات. طبعا تلاميذ. عكس تلميذات دون تلميذات. علي انت اسئلتك صعبه قوي، شوف حاجه تانية نعملها. يلا يا زياد تعالى نلعب كوتشينه شويه عشان انا زهقان جدا. مش انت يا ابني مامتك مسافره النهارده لعمره؟ اه بس ده لسه بدري، تعالى نلعب يا عم شويه. اهي ماما بتتصل اهي. ايوه يا ماما. انت بره ليه يا علي؟ انت مش عارف اني هسافر الفجر طالع العمره؟ ايوه عارف يا ماما، بس انا بلعب كوتشينه مع اصحابي. ما تتاخرش وهات معاك فينو عشان اكل قبل ما امشي، وكمان هات الدواء بتاعي. حاضر حاضر يا ماما، اقفلي دلوقتي. طب يا ابني كمان ساعدني في حاجه، انا بتصل بشركه السياحه مش بيردوا عليا. ارجوك حاول تتصل بيهم، انا لازم اعرف مكان التجمع فين. التجمع الخامس؟ اه ده في القاهره يا ماما. يا ابني ركز، التجمع الخامس ايه بس؟ هتوديني في داهيه. يلا يا علي هسيبك بس ما تتاخرش عليا. ماشي يا ماما، سلام، باي باي. مين اللي رايح العمره النهارده؟ علي مش قايله لك تيجي بدري؟ انت ازاي تسيبني في يوم زي ده؟ وانا كده اتاخرت يا ماما. مش مهم، طب فين العيش الفينو؟ يا نهار ابيض نسيت خالص. يعني انا قاعده ده كله ما اكلتش وفي الاخر تنسى الفينو؟ ما حصلش حاجه يا ماما، اكيد في اكل في الطياره ما تقلقيش. طيب فين الدواء اللي انا قلت لك عليه؟ دواء؟ دواء ايه؟ انت كمان نسيته؟ خلاص يا ماما ما تقلقيش، هتلاقيه برضو في الطياره مع الفينو. طيب كلمت الشركة بتاعت السياحة؟ ما كلمتهمش دول كمان؟ أنا اللي هوصلك للمطار بدري، سيبك من الشركة دي. شفتي بقى يا ماما أنا بسمع كلامك إزاي؟ أنت ولا بتشوفني ولا بتسمعني ولا مهتمة بأي حاجة بالنسبة لي. امشي من قدامي أنا هروح أصلي. ماشي يا ماما روحي صلي وأنا هطلع أغير وهيك أوصلك. علي علي يلا هنتأخر على الطيارة، يا ترى هو بيعمل ايه؟ ايه ده انت نايم يا علي؟ مش هتيجي توصلني؟ مش قادر يا ماما مش قادر، انا عايزة انام. كده كده يا علي. طيب ماشي انا هسافر وانا زعلانة منك. انا هسافر يا علي وانا غضبانة عليك. ان شاء الله ربنا مش هيوفقك في حياتك طول ما انت مش بتسمع كلامي ولا انا راضي عنك. هتشوف يا علي هتشوف اللي هيحصل لك. في ايه؟ ايه الجو ده وايه اللي بيحصل؟ انا سمع ماما بتدعي عليا، كل ده عشان الفينو؟ انا شكلي هتحول قرد، سامحيني سامحيني يا ماما. اوه يا رجلي انا عمري ما وقعت وقعه زي دي، بس الحمد لله انا صحيت. امبارح كنت بحلم باحلام غريبه قوي، زي ما يكون ماما بتدعي عليا ولا يمكن بتدعي عليا بجد. مش مهم، المهم ان انا صحيت. انا في الحمام بعمل بيبي وفاتح النت، انا شامم ريحه، ريحه غريبه، يمكن علشان بعمل حمام. ايه ده المياه قطعه؟ ده ايه اليوم ده؟ هتصرف ازاي دلوقتي؟ انا جيت مفيش مياه، انا شكلي هاكل معجون وخلاص. اوه ايه ده الكرة دي جت منين؟ العيال اللي بتلعب تحت حدفتني بالكرة، على فكرة مش هرجع لكم الكرة بتاعتكم. انا هلعب شوية بقى على الكمبيوتر. يا لهوي ده كمان مفيش كهربا، ايه اليوم ده؟ مفيش حاجة ماشية فيه خالص، انا هنزل اعمل لي اي اكل. كمان مفيش غاز، يعني كمان مش هفطر.
انا مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده. انا هروح البس وهروح لزياد، انا عايز اهرب من البيت ده. فور فور فور، اعمل ايه اعمل ايه؟ لازم اجري لازم اجري. انا مش عارف اعمل ايه، الفور كل هدومي، ازاي اكل كل الهدوم دي في يوم واحد بس كده؟ ما قداميش غير اني البس حاجه من عند ماما. انا لازم اروح لزياد. ده احسن لبس لقيته عند ماما. في ايه يا دنيا؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ انا مش عارف اروح لزياد كده، الناس هتضحك عليا في الشارع. انا هدخل وخلاص وهطلب بيتزا. ايوه بيتزا هات معايا، عايز بيتزا فراخ سبايسي. انا اسمي علي، ولا اقول لك اسمي عليا؟ بس ارجوك ما تتاخرش عليا علشان انا جعان قوي. هو انا محظوظ ولا ايه؟ هو اللي بيحصل لي؟ انا متاكد اللي بيحصل لي ده بسبب ماما. ليه كده يا ماما؟ كل ده علشان الفينو يا ماما؟ انا لازم ابقى متفائل، انا شكلي مضحك قوي. انا هقوم اشغل الكاميرا بتاعه الموبايل واضحك على نفسي شويه. كده الكاميرا جاهزه. اديله يا لولو. انا عايزه فلوس جدا، انا لازم اشوف اي حد هحكره. انا هختار اي واحد عشوائي وهدخل على الموبايل بتاعه، هعرف كل اسراره واخد منه الفلوس اللي انا عايزاها. يلا الضحيه الاولى، الولد ده بيرقص بلبس بنات، دي فرصه لازم استغلها. انا هاخد الفيديو ده واكلمه واطلب منه فلوس. الو انت علي صح؟ ايوه انا علي، مين معايا؟ انا اللي هخليك ادعس واحد في الحياه. يعني ايه ادعس؟ هي كلمه جايه من العدس؟ ده انت شكلك عبيط. انا دخلت على التليفون بتاعك. دخلت على التليفون؟ مش تخبطي اول. هزر هزر. المهم انا معايا الفيديو اللي انت عملته لما كنت بترقص بلبس بنت. ايه ده انت جالك الفيديو ده ازاي؟ انت فعلا دخلتي على الموبايل بتاعي؟ ايوه الفيديو معايا، استنى هبعتهولك. يفضحتي، دي فعلا معاها الفيديو. طيب قوليلي انت عايزة مني ايه؟ بسيطة، مش عايزة منك غير 100,000 جنيه. لا والله كده بسيطة؟ ده مش معايا تمن البيتزا اللي انا طالبها. خلاص لو مش معاك فلوس هتتصرف وتجيب فلوس. ايوة اجيبها ازاي يعني؟ هقولك على طريقة سهلة تجيب بيها 100,000 جنيه. ايه هي الطريقة السهلة دي؟ هتسلفيني؟ لا يا خفيف انت هتسرقهم. لا طبعا انا مش هعمل كده، انا مش حرامي. خلاص الفيديو ده هينزل على الفيسبوك دلوقتي وكل حد هيشوفك وانت بترقص بلبس بنات. لا لا ارجوكي ما ينفعش. طب انا اسرق مين؟ انا معرفش اي حد اسرق منه الفلوس دي. بسيطة، في ستة غنية هبعتلك عنوانها وهي كبيرة في السن، يعني الموضوع سهل. قدامك لحد بكرة وهتقابلني بفلوس. دي بعتلي عنوان فعلا، انا لازم اسكت البنت دي، هعمل لها اللي هي عايزاه. اكيد ده كله بسبب دعوة ماما عليا، كل حاجة بقت ضدي. سامحيني يا ماما، يا ريتني جبت الفين والادوية. انا كده جاهز اسأل الست الكبيرة اللي هي قالت عليها. يا سلام عليا، ده طلعت محترف. يا ترى هي عينة الفلوس فين؟ اكيد فوق. كويس الست شكلها نايمة، انا هفتح الخزنة دي ازاي؟ اخبط عليها يمكن تفتح. وفاء انت جيتي يا وفاء؟ تعالي يا بنتي ناوليني الدواء من على الكرسي. يا حرام الست عايزة الدواء، انا هروح اساعدها. اتفضلي الدواء. شكرا يا وفاء، بس انت لابسة ليه كده؟
انا قررت البس حجاب خلاص، اخيرا ربنا هداني. شاطره يا وفاء، طول عمري بقولك لازم تلبسي الحجاب، بس انت صوتك متغير ليه كده؟ معلش اصلي وقعت على زوري. وقعت على زورك ازاي؟ المهم هتلاقي الاكل بتاعك في التلاجة، وكمان سبتلك 200 جنيه ليكي انت وولادك. انت طيبة قوي. طب اقولك ايه، هي الخزنة دي بتتفتح ازاي؟ الخزنة دي مش بتتفتح غير ببصمة وشي بس. طب ما تيجي معايا، عايزك في موضوع. ايه يا وفاء، انا عمري ما اتحركت من مكاني، مش هاجي معاكي. وبعدين الفلوس اللي في الخزنة دي ناس جاية تاخدها بكرة، هتبرع بيها لدار ايتام. بجد انت احسن انسانة شفتها في حياتي. الست دي هتخليني اعيط، انا استحالة اسرق واحدة زي دي. الهكر بقى تعمل اللي هي عايزاه، بس مش هسرق يعني مش هسرق. انا هستنى البنت تتصل بيا واقول لها ان انا ما جبتش فلوس. تعمل اللي هي عايزاه مش مهم، المهم اني ما اسرقش. واهم حاجه عندي دلوقتي ان ماما ترجع وتدعي لي، مش تدعي عليا. ايه ده، مين اللي بيخبط؟ ايه ده، خيري حضره الضابط ومسك المسدس قدامي ليه؟ انت متهم بقتل ست عجوزه، كاميرات المراقبه جابتك وانت طالع من بيتها، وبعد ما طلعت ماتت بعشر دقايق، والشغالة عندها لما راحت بلغت البوليس. صدقني انا ما عملت لهاش حاجة، انا كنت ناوي اسرقها بس ما سرقتهاش. كل الادلة ضدك، انت متهم بقتل الست دي، قدامي على السجن. حرام انا ما عملتش حاجة. طب ارجوك انا عايز ماما. يلا قدام يا مجرم. انا مظلوم مظلوم، انا ما عملتش حاجة، صدقوني ما موتهاش. النهاردة المفروض ماما ترجع، يا رب تجيلي. علي ابني، ايه اللي حصل لك يا حبيبي؟ انا مظلوم يا ماما، انا ما موتهاش. ماما كل ده حصل بسبب انك دعيتي عليا، لاني كنت ابن مهمل جدا، ارجوكي سامحيني. والله هساعدك بعد كده في كل حاجة. انا اهم حاجة دلوقتي يا علي انك تطلع لي بالسلامة، ربنا ينكيك من اللي انت فيه يا رب. يا رب يا ماما، ادعي لي كتير. علي، في مفاجأة في تقرير الدكتور. خير يا حضرة الضابط، في ايه؟ الدكتور اللي كشف على الست اللي ماتت بيقول انها ماتت موتة طبيعية، وعلي ما كانش السبب في موتها. انت معلكش اي جريمة دلوقتي يا علي، وهتخرج حالا. بجد انا مش مصدق. الحمد لله الحمد لله. انا كنت متأكد يا ماما انك اول ما ترجعي وتدعي لي كل مشاكلها هتتحل. الحمد لله يا علي اني رجعت في الوقت المناسب، وانك اتعلمت الدرس، مش هتزعلني تاني. ده انا يا ماما كل يوم هجيب لك ب20 جنيه فينو. شاطر يا علي، وما تنساش الجبنه الرومي.